السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعتبر أسطوانة ارتفاعها آش يساوي 2 سنتيمتر، ومحيط قاعدتها هو بي يساوي 12.56 سنتيمتر. السؤال الأول، أحسب المساحة الجانبية لهذه الأسطوانة. السؤال الثاني، أحسب شعاع قاعدة هذه الأسطوانة. إذا نبدأ بالسؤال الأول، أحسب المساحة الجانبية لهذه الأسطوانة. لنحسب المساحة الجانبية لهذه الأسطوانة، نعلم أن المساحة الجانبية نرمز لها بـ AL، يعني أير لاتيغال، لاتيغال يعني الجانبية، تساوي محيط قاعدة في الارتفاع بيريمتر و لاوتور. إذا المساحة الجانبية تساوي محيط القاعدة في الارتفاع، لدينا المحيط هنا هو 12.56 سنتيمتر، الارتفاع هو 2 سنتيمتر، فما علينا إلا بالتعويض. بي تساوي 12.56 نضربها في الارتفاع الذي هو 2، و 12.56 مضروبة في 2، تطبيق عددي نجد 25.12. لدينا المحيط بالسنتيمتر، الارتفاع بالسنتيمتر، فالمساحة بالسنتيمتر مربع. فالمساحة الجانبية لهذه الأسطوانة هي 25.12 سنتيمتر مربع. نمر إلى السؤال الثاني، أحسب شعاع قاعدة هذه الأسطوانة. أحسب شعاع قاعدة هذه الأسطوانة. نعلم أن محيط القاعدة إي يساوي 2 في بي في إر، وبي هنا سنأخذها تساوي 3.14، يعني قيمة مقربة بتفريط. نكتفي برقمين وراء الفاصلة. سوف نأخذ بي تساوي 3.14، قيمة مقربة بالتفريط يعني بنقصان. أحيانا نأخذ 22/7 إذا كنا نستعمل الكسور. الآن نعوض، قلنا بي في المعطيات 12.56 تساوي 2 في بي، قلنا نأخذ 3.14 في إر. إذن 12.56 تساوي 2 في 3.14، 2 في 4 8، 2 في 1 2 فاصلة، 2 في 3 6 في R. إذن الشعاع R يساوي 12.56 قسمة 6.28. تطبيق عددي سوف نجد أن R تساوي 2، والشعاع هنا بالسنتيمتر. الشعاع بالسنتيمتر لأن بي بالسنتيمتر. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله.